يا الله بسم الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أحبتي في الله، يعني نكمل مع آيات سورة البقرة. كنا في آخر درس تكلمنا في الآية 29 من سورة البقرة، واليوم إن شاء الله ندخل في قصة سيدنا آدم ابتداء من الآية رقم 30. نبدأ في الآية رقم 30، لا نعلم يعني إن استطعنا أن نحصر ما فيها، ففيها ما فيها وفيها الكثير. في قول الله عز وجل، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. نبدأ إخواني نبحر في هذه الآية. كل آية من الآيات يعني عبارة عن بحر كبير، وعليك أن تبحر في هذه الآيات حتى تستطيع أن يعني تتحصل على بعض ما فيها، ولن تتحصل على كل ما فيها. أول شيء إخوان، لما نقول وإذ، نبدأ في إيش؟ وإذ، وإذ يعني في فترة زمنية معينة، يعني جاء وقت، جاء وقت. قال الله عز وجل للملائكة شو قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. نحاول أن نقف على هذا الوقت، متى قال يعني وإذ، متى كانت وإذ، متى قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، حتى نحن نقدر نعرف الزمان أو نحدد أو نحاول أن نقف على الزمان. نسأل الملائكة التي خاطبها الله عز وجل، هل كانت فقط ملائكة ولا كان إبليس معها، عزازيل معها؟ لأنه الله سبحانه وتعالى شو بيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يعني شو ما أكمله إبليس شو كان؟ من ضمن الخطاب. لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وإذ قال ربك للملائكة، ومين معهم؟ زائد مين؟ زائد إبليس. طيب هذا إبليس كيف دخل مع الملائكة؟ فنقول كلمة خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، شو معنات خليفة؟ يعني شيء يخلف آخر، يكون في مثلا مدرس إمناء يبنى بداله خليفة واحد يخلف في هذا الموقع، فأصبح المدرس الجديد خليفة مين؟ المدرس القديم. وهنا الخطاب إخواني، لما نقول وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من هو هذا الخليفة؟ عمن نتكلم؟ عن أي خليفة نتكلم؟ هل آدم هو الخليفة؟ آدم هو الخليفة الذي جاء في الخطاب؟ لو قلنا أنه آدم هو الخليفة بمعنى أنه إحنا حصرنا الخلافة في آدم، شوفوا الكلام اللي بعدها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني هل آدم سيفسد في الأرض؟ نقول لا، لأنه آدم شماله كان من أول الأنبياء والمرسلين. فالخلافة هنا، الخلافة شو معناها؟ عام، يعني في العموم سيكون هناك من يخلف، هناك جنس كامل اللي هو ذرية آدم، آدم وذريته تخلف آخرين. ف
السؤال هلا نطرحه لأنفسنا، من كان قبل آدم في هذه الدنيا حتى يخلف آدم؟ الله يجزيك الخير، الجان. طب في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الجان موجود في في الأرض قبل الإنسان بقديش؟ بألفي عام. الجان سكنت الأرض قبل الإنسان بألفي عام، ألفين عام. هلا كلمة عام إخواني هل هي من أعوامنا أو من أعوام السماوات؟ وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لا نعلم، ما في عندنا أي شيء بنعرف، ولكن نعلم أنه الجان شو كان موجود قبل الإنسان في الأرض. الجان موجود قبل الإنسان في الأرض، وهي الأرض، الأرض إخواني يجب أن يكون فيها من يلتزم أمر الله. من يلتزم أمر الله؟ إن لم يلتزم أمر الله شو بده سبحانه وتعالى يقيمه؟ شو يسوي؟ يضع مكانه خليفة يخلفه. فلما يقول سبحانه وتعالى وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، فالخطاب لا الملائكة ومعهم إبليس، وكونه إبليس كان معهم شو معناه؟ معناه لما الجان كانت في الأرض، الجان كانت في الأرض وهذه الجان لم تلتزم أمر الله بالإجمال معظم الملائكة، كما نعلم من قصص الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى أرسل أربع فرق من الملائكة إلى الأرض حاربت الجان، قتلت من قتلت وحبست من حبست في قيعان البحار تحت الأرض وفي الجزر البعيدة، ولم يتبقى من الجان على وجه هذه الدنيا إلا جني واحد احتارت الملائكة في أمره. هذا الجني شو كان؟ كان مطيع لأمر الله، فكونه مطيع لأمر الله الملائكة ما ارتأت انه هي تحبسه مع باقي الجان، فرفعت هذا الجني مع حلفين للسماوات حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في أمره. والله سبحانه وتعالى أرتبه مرتبة عظيمة أن أصبح طاووس الملائكة. شو صار اسمه؟ طاووس الملائكة. لما كان في الأرض يقال أنه كان اسمه أبو كردوس أو أبو مرة أو عزازيل، يعني يقال عزازيل أبو كردوس أبو مرة. لما ارتفع إلى السماء شو صار اسمه؟ صفة طاووس الملائكة. شو يعني؟ يعني المسؤول عن الملائكة كلها. لذلك جاء الخطاب وإذ قال ربك إني جاعل، لمين الخطاب؟ للملائكة. الملائكة ومعها مين؟ ما بدي أقول إبليس، بدي أقول طاووس الملائكة. هلا بدي أغير الكلمة، بدل إبليس بدل عزازيل شو معها؟ طاووس الملائكة. فالملائكة وطاووسها، الخطاب لمين؟ للملائكة وطاووسها، لأنه هذا الجني شو كان؟ كان مطيع وكان مكرم، الله سبحانه وتعالى أكرمه في السماء. إني جاء في الأرض خليفة. فالخطاب معناه وإذ، زمن الخطاب متى؟ بعد أن أهلكت الجان كلها وحشرت في الأرض، وبعد أن ارتفع إبليس إلى السماوات، وقبل أن يخلق آدم. هذا الزمن لسه آدم ما انخلق، لأن الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ إني جاعل في الأرض خليفة. هلأ الملائكة لا تعلم ماهية هذا الخلق الجديد، إلا إنه الملائكة شو بتعرف؟ بتعرف إنه الصنف القديم اللي هو الجان في سوا في الأرض أفسد فيها وسفك فيها الدماء، فخافت وخشيت إنه هذا الصنف الجديد شو يكون؟ مثل الصنف العتيق. فشو قالت لله عز وجل؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا الخطاب من فين؟ من تجربة عملية اختبرها مين؟ الملائكة، واختبرها طاووس اللي هو مين؟ عزازيل، لأنه كان عايش في هذا الموقع في هذا المقام، ومع هؤلاء المفسدين سفكت الدماء. وقالت الملائكة الله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني وضعت ميزان أن هذا الصنف الجديد قد يكون يعني مفسد سافك للدماء، وإحنا الملائكة شمالنا نسبح بحمدك ونقدس لك. نأتي لها، لازلنا إخواني في كلمة خليفة. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا أنه خليفة من يخلف الآخر، وبداية الخلافة شو كانت؟ أن خلفت ذا
ذرية آدم مين؟ الجن. هذه بداية إيش؟ الخلافة. فأول خلافة معروفة على الإطلاق شو هي؟ خلافة ذرية آدم لمين؟ للجن. لنأتي إلى الخلافة التي تأتي بعدها، لأنه شو صار في عندي؟ بده ينزل لمين؟ الله سبحانه وتعالى شو قال لآدم؟ اهبط مع حواء، اهبطوا منها جميعا، يعني انزل يا آدم إلى الأرض. فآدم سيكون بداية هذه الخلافة، وبالتالي سيأتي بعده إيش؟ خلفاء. ونسأل لما جعل الله سبحانه وتعالى الأمر في الأرض خلافة؟ لما جعلها خلافة؟ يعني كان سبحانه وتعالى قادر، مش في عندنا ذرية؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني ذرية موجودة. يعني قلنا يا إخواني الجان كانت محشورة في الأرض، طاووس الملائكة في السماوات، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق جسد سيدنا آدم، بعدين خلقنا كلنا، إحنا بعد جسد آدم خلقنا كلنا ومن ضمننا آدم، من ضمننا آدم، بعدين أخذ نفس آدم ونفخ في جسد آدم أول جسد، والذرية كلها فين زرعت؟ في ظهر سيدنا آدم. يعني إحنا موجودين، مظبوط ولا لا؟ إحنا موجودين، مكان وجودنا نعم في ظهر سيدنا آدم، ولكننا موجودون، فنحن موجودون، يعني الذرية كلها موجودة في ظهر سيدنا آدم. يعني كان الله سبحانه وتعالى قادر أنه ينزل هذه الذرية مرة واحدة إلى الأرض كلها مرة واحدة ويفرشها في الأرض وتقدم امتحانها. الله سبحانه وتعالى قادر ولا مش قادر؟ قادر، وتقدم امتحانها وانتهى الامتحان، 50 60 70 100 ألف سنة وتنتهى الامتحان، وبعدين يرفع هاي الذرية للسماوات، والناجح يدخل الجنة والراسب يدخل النار. قادر سبحانه وتعالى ولا مش قادر؟ قادر. ولكن نقول لما جعلنا سبحانه وتعالى خلافة في الأرض بعد آدم؟ يعني قلنا إنه خلافة آدم كانت بعد الجن، ولكن لما جعل كمان الذرية بعد آدم خلافة؟ يعني كان في عنا آدم وإدريس ونوح، وفي عنا يعني باقي الأنبياء حتى وصلنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما نعلم وتكلمنا في دروسنا يا إخواني اللي كان معنا في رمضان في درس يا أيها الناس، قلنا إنه هاي الذرية اللي إحنا كانت موجودة، الله سبحانه وتعالى خلقنا كلنا ووضعنا في ظهر سيدنا آدم، شو سوى سبحانه وتعالى؟ كيف قسمها؟ قسمها أول شيء قسمين، الذرية قسمها لإيش؟ قسمين، المؤمن السعيد من أهل الجنة قسم وفرشهم على خط الزمن كله من زمن سيدنا آدم حتى تأتي الريح وتقبض أرواح المسلمين، فرشهم كلهم على خط الزمن. وبعدين شو سوى؟ القسم الثاني الكفار، الكفار ما فرشهم هيك زينا المسلمين، ولكن شو سوى؟ قسمهم إلى أقسام. شو سمينا كل قسم؟ قرية، قرى. كل قرية شو هي؟ مجموعة كفرية من الناس. هلا القرى هاي شو قسمها؟ قسمها على خط الزمن، يعني في كل مجموعة مسلمة، كل مجموعة مسلمة شو سماها سبحانه وتعالى؟ أمة. هاي الأمة شو جعل فيها؟ جعل فيها قرية. هاي القرية شو هي؟ كافر. ربما كان في قرية قريتين ثلاثة في نفس المجموعة في نفس الأمة المسلمة. يعني على سبيل المثال الآن إحنا أمة سيدنا محمد شو في معنا؟ في معنا اليهود قرية، في عنا النصارى قرية، في عنا الملحدين قرية، وهكذا في معنا قرى كافرة كثيرة. فقد يكون في نفس الأمة قرية أو أكثر. مجموع القرى التي قسمها سبحانه وتعالى الكفار قسمهم لكم من قرية، ما نعلم أنه قسمهم إلى 70 قرية. ليه؟ لأنه كما علمنا الرسول أنه الأمم 70 أمة، وكل أمة شو فيها؟ قرية أو أكثر. فهذا التقسيم اللي الله سبحانه وتعالى جعله في أنك المسلمين المسلم على خط الزمن كله، ففي كل لحظة من لحظات الحياة من زمن سيدنا آدم حتى ينتهي أمر الإسلام، الإسلام موجود. الإسلام ماله؟ موجود. ولكن الكفر هل كان موجود على طول الخط؟ شو منقول؟ لا، لم يكن الكفر موجود على طول الخط. ليه؟ لأنه الكفر يبدأ، يعني بيكون في عندك
الإسلام بيبدأ فتبدأ الناس تكفر فيزداد الكفر. عندما يزداد الكفر شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يمهل هؤلاء وينذرهم، فإما يرتدوا إلى الإسلام ويعودوا إلى الإسلام، أو شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يهلكهم. شو بيسوي؟ يهلكهم. فالله سبحانه وتعالى كان يعامل هؤلاء الكفار إما بالهلكة أو بالعذاب، إما بالهلكة أو بالعذاب. فلما تهلك هذه الأمة شو بتم؟ بتم المسلمين، مزبوط ولا لا؟ فالإسلام موجود على طول الخط، ولكن الكفر شو ماله؟ موجود على فترات زمنية، ينتهي ويتجدد، ينتهي ويتجدد. فالإسلام لا يتغير، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما الذي يتغير؟ الكفر. الكفر هو الذي يتغير. فمعناه لما نقول إنه تقسيم الناس إلى مجموعة من الأمم، العلة فيه شو هي؟ الكافر والكفار، وليس الإسلام والمسلمين. الكافر هو سبب تقسيم الناس إلى هذه الأمم، إلى هذه الأمم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو جعلنا كلنا أمة واحدة، لو جعلنا كلنا أمة واحدة وإحنا مختلفين، منا الشقي ومنا السعيد، هذا الكافر سينتهي أمره ويدخل مرة واحدة وعليكم السلام في النار. ولكن لما يقسم سبحانه وتعالى الكفار، قسمهم الكفار إلى مجموعة 70 قسم، خلينا نقول لنفترض 70 قسم، لما ينتهي أمر المجموعة الأولانية، القرية الأولانية، شو بيصير؟ بيصير في شاهد عيني لمين؟ للقرية اللي راح تيجي بعدها، حتى أنها تتعظ. شو بتقول؟ كان قبلنا ناس كفروا، وشو سبحانه وتعالى؟ أهلكهم، أهلكهم. فهذا شو بكون؟ بكون أرجى إن هو شو يسوي؟ يرجع للدين ويرجع للإسلام. عشان هيك الله سبحانه وتعالى شو قال لما ابتدأ وكلمنا عن أخذ الذرية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، في نهاية الخطاب شو بقول سبحانه وتعالى؟ ولعلهم يرجعون. يعني الغاية إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرد، الله يجزيك، ويعيد، يريد أن يرد ويعيد أهل الكفر لإيش؟ للإسلام. ولكن هل سيعود أهل الكفر للإسلام؟ شو بنقول؟ لا، ما راح يعود، ما راح يرجع أهل الكفر للإسلام. إنما شو بتكون؟ بتكون حجة عليه الكافر، حجة عليه للكافر. طب أنت شوفت شو صار بقوم نوح، شو صار بقوم عاد، ثمود، صالح، يونس، كلهم، لوط، شوفت شو صار فيهم، كيف الله سبحانه وتعالى أهلكهم. ليش ما أمنت؟ عشان ما يصير في عندك زيهم. فنقول هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن رحمة من رحمات الله عز وجل، إنه هو قسم الكفار لإيش؟ لهذه المجموعات، وجعلهم خلائف في خط زمن مين؟ الإسلام. فهذه رحمة من رحمات الله. وهون إخواني لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه القرى، وإن من قرية إلا نحن معذبوها، مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن نوعين من المعاملة مع هذه القرى، إما بالهلكة أو بالعذاب. ليش الله سبحانه وتعالى تكلم بالهلكة أو بالعذاب؟ لأنه الهلكة هي عقاب إيش؟ المجاهرة بالكفر. لاحظوا إخواني، هيا نرجع كمان مرة لخط الزمن، خط الزمن من زمن سيدنا آدم حتى قلنا الريح الطيبة التي تقبض أرواح المسلمين. طبعا في خط زمن بعديها بس لمين؟ فقط للكفار اللي سماهم سبحانه وتعالى لكع ابن لكع. فينا من زمن آدم لحد ما تشرق الشمس من مغربها وتأتي الدابة والريح، من هون في عنا أمة الإسلام، وبعدها شو في عنا؟ لكع ابن لكع. إحنا المعنيين في إيش لحد هاي اللحظة؟ مش معنيين أبعد، يعني لحد ما جاءت الريح وقبضت أرواح المسلمين من آدم لهون. قلنا إنه فينا مسلمين وفينا على خط الزمن كفار. هلأ لما بدأت الكفار، لما بدأت الكفار ترى العذاب الذي يقع بالقرى التي تسبقها، كان الأصل فيها أنها شو تسوي؟ أنها تتعظ ولعلهم يرجعون وترجع للإسلام. ولكن تعرف شو سووا؟ ازدادوا كفر. بس شو سووا؟
من كفرهم ومن عظيم كفرهم انهم تعلموا انه المجاهره في الكفر شو هي سبب في حلول الهلكه. فشو صاروا؟ صاروا يعصوا الله عز وجل من تحت الطاوله، صاروا يتخفوا في المعصيه. عشان هيك في فتره زمنيه معينه كانت الامم تهلك، ولكن في فتره زمنيه متاخره من الزمان شو صار يجي عليها؟ عذاب. عشان هيك في عندك نوعين من المعامله الربانية. عشان هيك لما نرجع لاول ايات الكفر، لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس شو بقول؟ بقول ولهم عذاب عظيم، بعدين شو بقول؟ ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. تكلم عن عذاب ولم يتكلم عن تهلكه. يعني في بدايه الخطاب الرباني سبحانه وتعالى شو تكلم عن ايش؟ تكلم عن عذاب، ما تكلم عن تهلكه. شو معناه؟ معناه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مجموعه من الناس شو مالها؟ زمانها متاخر، مش في بدايه الامم، مش في بدايه القرى. ليه؟ لانه القرى البدايه، في بدايه القرى شو كانت؟ كانت تعصي الله زي قوم نوح، بتقول لنوح ايش؟ يعني خلي ربك يسوي فينا اللي بده اياه، فيش ياتي عليها ايش؟ ياتي عليها هلك. ولكن لما يتكلم سبحانه وتعالى عن ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ويتكلم ولهم عذاب عظيم، ويتكلم ويقول ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، فبنعلم انه الخطاب هون مخصوص لمين؟ لامم او قرى متاخره، قرى في اخر الزمان، قرى في اخر الزمان. فنقول في اخر الزمان سيكون على الكفار، شوفوا راح يكون عليهم عذاب وليس هلك، عذاب وليس هلك. وهذا العذاب انما يعني ان هؤلاء القرى، هذه القرى المتأخرة التي تأتي في اخر الزمان، تعصي الله عز وجل، ولكن تعصي الله مالها؟ في الخفاء تحت الطاولة، يعني بتسوي كل المعاصي ولا تجاهر فيها. عشان هيك من البداية سبحانه وتعالى شو قال؟ ومن الناس، يعني لما وصف هؤلاء شو قال؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليه؟ لأنهم بيعصوا الله. طب ليش بيعصوا الله تحت الطاولة؟ لأنهم شافوا الأمم السابقة كيف أهلك الله عز وجل. فنقول إخواني الهلكة هي كانت أصلاً الهدف من الهلكة أن الله سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء فرصة يتعلموا ممن سبقوهم حتى يعودوا للإيمان، ولكن هؤلاء شو سووا؟ ازدادوا كفر لأنهم عصوا الله عز وجل، وهم يعلموا أنه المجاهرة في هذه المعصية شو في عليها؟ هلكة، ولكن عصوه من تحت الطاولة. وهذه المعصية من تحت الطاولة شو بتسوي؟ بتزيد آثامهم. شو سبحانه وتعالى هم عنهم؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لأنه كل ما أنت عصيت الله تحت الطاولة شو بصير في مرض قلبك؟ يزداد، وبالتالي إثمك شو بصير فيه؟ يزداد. فهذا الحال إخواني بدكم تتصور كمان مرة، أنا بحاول أرسم لكم خط الزمن كله عشان نقدر نفكر يعني كيف الله سبحانه وتعالى خلق خلقه ونشرنا في الأرض. عنا من آدم لا حتى الريح الطيبة، في عنا مسلمين على خط الزمن كله، في عنا قرى بدايتها كانت تهلك ثم نهايتها تعذب عذاب أليم، وآخر القرى آخر قرية موجودة في حياة المسلمين، آخر قرية موجودة في حياة المسلمين من هي؟ نقول هي قرية بني إسرائيل. فآخر القرى على الإطلاق التي تتواجد في خط الزمن مع أمة سيدنا محمد هي قرية من قرى بني إسرائيل. ومن هذه القرية؟ قرية اليهود. وكيف نعلم هذا الكلام إخواني؟ عدنا لبداية خطاب الرباني لما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء إن الذين كفروا شو قال؟ ولهم عذاب عظيم. وبدأنا نبحث عن العذاب العظيم، فوصلنا إن العذاب العظيم أول خطاب فيه لمين؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية تسبقها الآية اللي قبلها عشان نعرف مين هدول. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. فمين هدول في آخر الزمان؟ اليهود. فعليكم السلام. فيعلمنا سبحانه وتعالى إنه آخر القرى على الإطلاق التي تتواجد مع أمة سيدنا محمد اللي هي آخر الأمم المسلمة مين هي؟ هؤلاء قرية بني إسرائيل. هلا نأتي لقرية بني إسرائيل ونأتي لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم شو بنلاقي؟ بنلاقي إنه قرية بني إسرائيل شو كيف بصفها سبحانه وتعالى؟ ويقول سبحانه وتعالى عنهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه صفة إيش؟ آخر القرى. طب وآخر الأمم شو بقول سبحانه وتعالى عنهم؟ بقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهاي الصفات اللي موجودة في آخر الزمن، هاي صفات الناس اللي موجودة في آخر الزمن. آخر الزمان في عنا أمة سيدنا محمد وفي عنا قرية اليهود. أمكر الناس مع مين؟ مع خير الأمم، مع خير الأمم. فهذا الزمان اللي احنا موجودين فيه، احنا موجودين في زمن أمكر القرى وزمن خير الأمم. هذا الزمن اللي الله سبحانه وتعالى وضعنا فيه. هلا احنا اخواني في هذا الزمن، فنقول اخواني هلا احنا في هذا الزمن شو وظيفتنا؟ احنا أمة مين؟ أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شو بقول عنا سبحانه وتعالى؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. مين الناس؟ للقرى. ومين أهم قرية؟ قرية اليهود كما قلنا. فهذه وظيفتك أنت في آخر الزمان، وظيفتك أنك تكون شهيد على هؤلاء. أنا هون بدي أجيب السؤال تبع. فنقول مهمتنا في آخر الزمان أن نكون شهداء على هؤلاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فشو معنات شهيد؟ شو معنات شهيد شرعا؟ شو معنات كلمة شهيد؟ شهيد أن تشاهد ما فعلوا هؤلاء وتقارنه بما أمر الله سبحانه وتعالى وتشهد أنه لم يلتزم بأمر الله عز وجل ولم يفعل ما طلب الله. فإن كنت إذا أنت كنت من الشق اللي بيلتزم بأمر الله وشهدت على الأمة الكافرة على القرية الكافرة اللي موجودة معك شو أصبحت؟ أصبحت شهيد. شو بياخدك الله سبحانه وتعالى؟ الشهيد. فالشهيد شو صفته؟ شو شرطه؟ شرطه الالتزام، انك بدك تلتزم بامر الله عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم؟ شو قلت له؟ بلى. فان تلتزم بامر الله وان تقبل تدبير الله عز وجل هذا سبب ان يتخذك الله سبحانه وتعالى شهيد. فكل من مات وهو بهذه الصفه ويشهد على هؤلاء بكفرهم شو بنعتبره؟ شهيد. هلا الشهيد من الشهداء ايش من الشهداء؟ من الشهداء مثلا من قتل في سبيل الله. هلا احنا عرفا بنقول عن الذي قتل في سبيل الله شو بنقول عنه؟ شهيد. يعني نحن نشهد ان هذا الانسان سيتخذ سبحانه وتعالى ايش؟ شهيد. ولكن هناك من يقتل ويدعي انه قتل في سبيل الله ولكنه قتل في سبيل يعني مبدا موجود عندهم، قتل في سبيل فلان أو علان أو من أجل كذا وكذا ولم يقتل في سبيل الله فهذا ليس بشهيد. يعني الله سبحانه وتعالى لن يتخذه شهيد. الشهيد هو الذي كان على أمر الله، الذي كان على أمر الله ومات وهو على أمر الله ويشهد على الكافر الذي حضره في زمانه أنه كافر. هذا شو بسميه؟ شهيد. غير ذلك لا يكون شهيد ولن يكون شهيد. عشان هيك إخواني الشهداء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستة، منهم على سبيل المثال الحريق، الغريق، المبطون وغيرها. يعني كل إنسان مسلم يلتزم بأمر الله ومات وهو يلتزم بأمر الله وكان يشهد على الكافر أنه كافر شو بسميه؟
بسميه شهيد. فهذا الشهيد إخواني ومن الشهداء من قتل في سبيل الله. والشهادة إخواني خلينا نقول القتل في سبيل الله ليست على المراتب على الإطلاق، ليست على المراتب على الإطلاق في الجنة. يعني قد يكون هناك من هو أعلى ممن قتل في سبيل الله. يعني لنفترض أنا إنسان قتل في سبيل الله، هل هذا أعلى المراتب؟ خلينا إخواني نأخذ أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لا أتكلم بالرأي، شو بنتكلم؟ نتكلم بقال الله وقال الرسول. في أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم صلى الله عليه وسلم ويقارن لنا، يضع لنا مقارنة ما بين الشهيد وما بين المرابط. قبل ما أتكلم عن المرابط إخواني، نقول أن الرباط نوعين، رباط المساجد ورباط الثغور. في عنا رباط المساجد ورباط الثغور. الآن لا يوجد رباط ثغور. ليه؟ لأنه ما في عندك حدود إسلامية. الحدود كلها الموجودة حاليا شو هي؟ حدود سايكس وبيكو، يعني حدود كفرية وضعها مين؟ وضعها الشيطان. فما في عندنا رباط ثغور. اللي بيقول لي في رباط ثغور بقول له هذا الحكي ليس سليم، ما في عندنا رباط ثغور. فماذا يتبقى في زماننا؟ رباط المساجد، رباط المساجد. عشان هيك كلامي مع انه الحديث عام ولكن الان ينطبق على مين؟ على رباط المساجد فقط. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ يقارن ما بين الشهيد وما بين المرابط. يقول عن الشهيد: اما الشهيد فيغفر له مع اول رشقة من دمه. هذه كرامة للشهيد، مظبوط الان؟ هذا اللي قتل في سبيل الله، فيغفر له مع اول رشقة من دمه، ويزوج بحوراوين من حور عين الجنة. كرامة له، الله سبحانه وتعالى بيزوجه اثنتين من حور عين الجنة. بعدين شو بقول؟ ويشفع في 70 من اهله. هدول ايش؟ ميزات لمين؟ للشهيد الذي قتل في سبيل الله. طيب شو بقول بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث؟ ما انتقلنا على حديث ثاني، نفس الحديث، وهذا حديث صحيح. يقول: واما المرابط، واما المرابط يعني مقارن، واما المرابط شو بقول عليه الصلاه والسلام؟ فيزوج ب70 حوره. قديش الشهيد؟ 40. الشهيد تنتين في الحديث، عم نحكي لها في الحديث. في الحديث هذا الشيء الشهيد قديش؟ تنتين. المرابط قديش؟ 70. ويشفع قديش الشهيد؟ 70 من اهله. اما المرابط ويشفع ما كان يوم الحساب. شو معنى؟ من قد يكون هناك من له ثواب عند الله عز وجل اكثر من ثواب مين؟ من ثواب الشهيد. الامر اخواني في نيتك وعملك. يعني هناك من يلقي بنفسه الى التهلكة حتى يقال شهيد، ولكن هل يتخذ سبحانه وتعالى شهيد؟ لا. وهناك من يعني يأتي ويعمل المساجد ونيته خالصة لله عز وجل. مين أفضل عند الله عز وجل؟ بحسب نيتك، إنما الأعمال بالنية. فمش كل شغلة إخواني ناخدها بإيش؟ في ظاهرها. الشغلة في إيش؟ في جوهرها، في مضمونها. شو في عندك؟ عمل قلبك من الداخل. الرباط في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بذكركم في معنى الرباط في حديث الرسول. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. شو قال؟ عدوا معي. قال أول واحد: إسباغ الوضوء على المكان. ما قال حرب وجهاد قتال. شو قال أول واحدة؟ إسباغ الوضوء على المكان. الثانية: وكثرة الخطى إلى المساجد. والثالثة: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذول اللي عدلنا إياهم الرسول صلى الله عليه وسلم. شو بعدين قال؟ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني هذا هو الرباط. الرباط عمل قلبي، انك انت تصل نفسك بالله عز وجل اهم من كل شيء. هلا اذا انت وصلت نفسك بحق مع الله عز وجل وكنت من اهل المساجد وقتلت في سبيل الله فنعمة وخير. هذه اكبر يعني الدرجات على الاطلاق. هذا نسميه بحق شهيد محظوظ عند الله، له حظوة عظيمة عند الله. ولكن لما نتكلم عن شهيد اصلا ما كنا نشوفه في المسجد، فشو قيمته راح تكون عند الله عز وجل؟ اذا واحد بتقول عنه
شهيد وبتقول انه قتل في سبيل الله وما كان يصلي وما كان يصوم وما كان يزكي وما كان يؤمر بالمعروف ما كان ينهى عن المنكر، فشو الفائدة يا إخوان؟ شو الفائدة؟ قبل ما إحنا نتكلم عن شهادة ونتكلم عن موت أو قتل في سبيل الله نتكلم عن إيش؟ عن عمل صالح، نتكلم عن صلاة، نتكلم عن اتصال بالله عز وجل. إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والمرابط شفنا قديش درجة إخواني بالنسبة للذي قتل في سبيل الله درجته عظيمة، لأنه الأصل إنه الشهيد شو يكون؟ يكون مرابط. الشهيد شو أصله يكون؟ مرابط. قبل ما يكون شهيد شو لازم يكون؟ مرابط. أما يكون شهيد لحاله ما يكونش مرابط منفعش. المرابط شو ماله؟ مرابط أحسن منه. فالمرابط هو درجة عالية يجب أن يبدأها الشهيد، ويجب أن يبدأ منها الشهيد وينطلق منها الشهيد. فالشهيد ينطلق من المسجد ولا ينطلق من الشارع، يأتي إلى المسجد يصبغ وضوءه، يكثر خطاه إلى المساجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، بعد ذلك إخواني فلينطلق أينما شاء. فهناك إخواني نعود ونتكلم لما يقول سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة شو معناها؟ من يخلف الآخر. وقلنا إنه صنف الإنس ذرية آدم خلفت صنف الجان، وقلنا إنه الإنس يخلف بعضه بعض، وأصل الخلافة أن نتعلم من تجارب الماضي، ولكن الكافر يتعلم من تجارب الماضي ليخضع الله. طلب كل الشغلات الله سبحانه وتعالى وضعها في كلمات بسيطة في أول سورة البقرة. شوفوا سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يعني فكر حاله شاطر إنه هو أهلك اللي قبله، لأنه هذا جاهر بالمعصية. أنا شو بدي أسوي؟ أنا بدي أسوي نفس المعصية بس فين؟ ما بدي أجاهر في نفسه. فكر حاله شو بدي أسوي؟ بده يخدع الله، لأنه الله سبحانه وتعالى له صفات لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل ولا بأي حمل الأحوال. الله سبحانه وتعالى ستير، يعني لن يهلك قرية لم تجاهر بالمعصية، إلا إنه هذه القرية زي الحية اللي مدفونة تحت التراب. الله سبحانه وتعالى شو بسوي؟ يعني يهيئ لها كل الأسباب حتى يخرجها على العلن وحتى يظهر كفرها، ولما يظهر كفرها سيعذبها هذا العذاب الأليم. وهذا ما سيحدث في آخر القرى، مع هذه آخر القرى، هذه القرية الأخيرة التي تعاصرنا الآن. شو عنها؟ هذه آخر القرى إخواني، ونحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم أمة سيدنا محمد، ونحن خير الأمم. وهذه القرية آخر القرى، وهي أخبث القرى على الإطلاق، هذه التي تكلم عنها سبحانه وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه القرية تعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن تعصي فين؟ في الخفاء، تحت الطاولة، خلف الستار، وتظن أنها خدعت الله، ولكنها إنما تخدع نفسها. وكلما تعصي الله عز وجل حتى خلف الستار، مع أن الله سبحانه وتعالى يسترها، إلا أنه تزداد إثم ويزداد ميزان سيئاتها سيئات، وستلقى كل هذا إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، يعني الآخرة تحصيل حاصل، آخر تحصيل حاصل. إنما قد يفيض ما مكرته حتى تتلقى عذاب أيضا في الدنيا. الأصل إخواني، الأصل إنه هذه الدنيا، الأصل هاي الدنيا للكافر. شو نقول عنها؟ هاي الدنيا كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام جنة الكافر. هذه الدنيا ليست للمسلم، مش إلنا هاي الدنيا، هاي لمين؟ للكفار. إنما نحن متواجدون لهدف واحد، ليه؟ حتى نشهد على كفرهم. عشان هيك في عنا وظيفة. هم شو في عندهم؟ عندهم حياة، هم عندهم حياة في الدنيا. احنا شو في عنا مهمة؟ شو مهمتي أنا المسلم؟ أن أشهد على كفر هؤلاء. لذلك ستكون حياتي في هذه الدنيا صعبة. هذه الدنيا سجن المؤمن لأنها جنة الكافر، وأنت ستكون الشاهد على هذا الكافر. كيف تشهد على إنسان
كافر إلا بإيش؟ بأن يظلمك ويجلد ظهرك ويسجدك يجلدك ويسرق مالك ويأكل حقوقك. هذه شهادتك عليه؟ شهادتك عليه ستكون بأن يقع ظلمه عليك. ستقول لله عز وجل: يا الله، هذا الكافر أكل مالي، سجني، قتل لي ابني، هدم لي بيتي، منعني أدخل على الأقصى. هذه شهادتك عليه. فكيف ستكون حياتك؟ ستكون حياتك كلها ابتلاء. ليك عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال: أشد الناس ابتلاء؟ الأنبياء، ثم الصالحين، ثم الأمثل. فالأمثل كل يبتلى بحسب دينه. فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. كل ما أنت كنت أقرب لله شو كانت حياتك في الدنيا؟ أصعب. إذا أنت شفت إنسان مسلم حياته سلسة، وفعلا هي سلسة، لربما كان يعني عايش جحيم بس مش مفرجيك، بس إذا كان عايش حياة سلسة سهلة 100%، شك في إيمانه، بدك تشك في إيمانه. لا يمنع إخواني، ولكن هنقول القاعدة العريضة، القاعدة العريضة الكبيرة، إن المسلم حياته كلها كرب، هم، غم، ما بيطلع من مصيبة إلا يقع في مصيبة أكبر منها. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعله ويتخذه شهيد على ما يحدث، ويريد له أن يصبر على هذه الحياة. شبه سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذا أنت فعليا صبرت على هذه الحياة الصعبة التي أنت فيها شهيد على ظلم هؤلاء، وصبرت على كل ما يأتيك من أذى من هؤلاء، شو في لك؟ في لك حظ عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن كان الله عز وجل العظيم يتكلم عن حظ أنه عظيم، ما بالك أنت يا إنسان لما ترى هذا الحظ شو بدك تقول عنه؟ إذا الله العظيم تكلم عن الحظ أنه عظيم، فكيف ستتكلم وترى أنت يوم القيامة؟ لربما إخواني، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الجنة أنهم قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. حيث مين؟ نشاء، يعني أنت قد تكون من المحظوظين. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: خذوه وليختر مكانه في الجنة. أنك أنت تنقي مكانك ودرجتك في الجنة. هذا إمتى؟ لما أنت تكون في نقطة إخواني مهمة جدا يجب أن نتكلم عنها قبل ما نختم الدرس في هذه الدقائق. تكلمنا أنه الخلافة هنا يعني خلافة الكفار، قرية تخلف قرية أخرى في خط زمن المسلمين، وقلنا أنه في فترة زمنية معينة كانت القرى شمالها تهلك، ثم بعد ذلك تعذب. في أنك هلك يتبعها إيش بعدين؟ عذب. هل الفترة ما بين هلكة القرى وما بين عذاب القرى شو منقول؟ هي فترة الأرض المقدسة. الأرض المقدسة اللي احنا موجودين فيها إخواني هي النقطة الفاصلة التي ينتقل فيها أو تنتقل فيها هلكة القرى لمين؟ للعذاب. عشان هيك هاي القرية، هاي الأرض المقدسة، المكان اللي احنا موجودين فيه إخواني، هذا من جزء أو من أعظم الأجزاء التي تخص عقيدتنا. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض المقدسة مسجداً وقبلتان من زمن سيدنا آدم حتى تكون ميزة وتميز لنا مين؟ هاي القرى. طلع القرى التي كانت تهلك شو كان كفرها؟ صراحة يعني على رؤوس الأشهاد تقول: أنا كافر وبدي شامل. القرى التي تعذى شو بتقول؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فكيف تميز أنت هؤلاء؟ يعني هدلاك الكفار يعني بسهولة أنه ميزهم لأنه هو يعترف. طيب الذي لا يعترف كيف تميزه؟ ترى علاقته مع مين؟ مع الأرض المقدسة. شو اللي بيكشفه؟ الأرض المقدسة هي التي تكشفه.
الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شو يعني؟ يعني هاي الأرض الزبور كتاب مين؟ سيدنا داود. والذكر الذي سبقه شو هو؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر اللي هو صحف إبراهيم وموسى، يعني من زمن سيدنا موسى، ولربما من زمن سيدنا يعني يوسف، يعني خلينا نقول من زمن سيدنا يعقوب والأصباط، صار في وجهة للأرض المقدسة أن تكون هي الكاشف للصادق من الكاذب. فإن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تسكن الأرض المقدسة يجب أن تلتزم، وإن أمرك أن تخرج منها يجب أن تلتزم. هلأ إذا قال لك أسكن الأرض المقدسة وما قبلتش، شو منعرف؟ أنك كاذب من الذين قالوا آمنا وما هم بمؤمنين، كما حدث مع بني إسرائيل لما الله سبحانه وتعالى شو قال لهم؟ اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. شو قال سيدنا موسى؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فتبدأ تكشف. هلأ سيدنا موسى شو قال؟ وإذ قال موسى لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة، والعاقبة لمين؟ للمتقين. فنحن نعلم المتقي من عدم المتقي من إيش؟ من خلال يعني عمل الله سبحانه وتعالى وتصرف الله سبحانه وتعالى مع سكان هذه الأرض المقدسة. وهذا إخواني إن شاء الله نفصل فيه في دروس قادمة، لم يبقى وقت. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادى. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزون. اللهم احصهم عددا واقتلهم بدلا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزيكم خير، أحسن الله لكم، بارك الله فيكم. يا الله، بسم الله، لا إله إلا الله، الله يبارك عمرك يا حبيبي، إن شاء الله يرضى عنك.